لي. قليلة ونادرة هي الشركات التي توفر لك الطابع الرياضي بأسلوب فخم وعلى أعلى مستوى. هكذا هم البريطان متغطرسين، يعدون أنفسهم ملوكا، ثائرين أحيانا وشديدي الغضب. إذا بيوم رحت على الوكيل وطلبت بنتلي، الكل رح يعرف إنك وصلت. هالسيارة غالية، هالسيارة محدودة، وهي بالمناسبة من أقدم الماركات، حيث تعود جذورها لأوائل القرن التاسع عشر. تاريخ حافل ورحلة طويلة قطعتها حتى انتهت بقبضة العملاق VW الفولكسفاجن. كل هذا وأكثر عن بنتلي سأقدمه لكم بهالفيديو. أرجو منكم الدعم أصدقائي بالعشر أصابع، اضغط زر اللايك. الجراح يحييكم محبين البنزين، أنتم بسكس جير وننطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ترجمة في أول التسعينات في شمال بريطانيا، شخص يدعى وولتر بنتلي مع شقيقه افتتحوا شركة تبيع السيارات الفرنسية DFB. وولتر كان مهندس موهوب متخصص بالميكانيك، عمل بصيانة وبناء القطارات والدراجات لفترات من عمره، ولكنه كان شغوفا ببناء سيارته الخاصة. وبيوم اجته فكرة، ليش ما نعمل بساتن او مكابس المحرك من مادة الالمنيوم بدل من الحديد المستخدم بهالفترة الثقيل وغير العملي. واو، فكرة اميزنج يا اخوان. كالعادة بتطلع على اكتشاف وما بتفهم وين الذكاء بالموضوع. زي تفاحة نيوتن، جاذبية اشي طبيعي بتحسه اشي بديهي، البساتن اشي طبيعي يكون الالمنيوم بدل ما يكون حديد بصدي، ولكن احيانا بتكون الامور اكثر تعقيد تعقيدا من ما نظن بالقليل. المهم صديقنا خلط الألمنيوم مع معادن أخرى وأضاف هيك رشة ملح برشة سحرية، وبوم، مكابس جديدة للمحرك ليس لها مثيل. ربما يبدو التغيير بسيطا جدا، ولكنه أحدث تغييرا عظيما. فازت سيارته بسباقات كثيرة وحطم أرقام قياسية على الحلبات المحلية، ولاقت نجاحا لا بأس به. ولكن هنا تأتي الحرب العالمية الأولى، حيث لم يعد أحد يفعل شيئا للمرح. مع دخول الحرب، وولتر كان قد صنع اسما لنفسه، حيث طلبت منه الحكومة البريطانية بالمساعدة ببناء محركات الطائرات. استخدم وولتر مكابسه السحرية ليترك أثر جيد في أداء الطائرات، الشيء الذي كافأوه عليه بريطانيا بعد نهاية الحرب بوسام NBE. ليس فقط الأوسمة التشريفية، ولكن عندما تساعد دولتك بالحرب بالغالب ستحصل على قطعة من الحلويات. وولتر يحصل على الدعم المادي ويفتتح شركة بنتلي للسيارات، بنتلي موتورز. هنا بدأ العمل على سيارة مميزة جدا. جمع وولتر الخبرات في هذا المكان وأحد المهندسين باسم كلايف غالوب. صمم محرك بأربع أسطوانات وسعة 3 لتر، مميز جدا لوقته. وهذا المحرك بالبساتين الألمنيوم كان أول قلب نابض يوضع داخل سيارة بنتلي. 4 صمامات ومشعلين لكل سلندر، مميزات كثيرة منها كرانك شافت مميز. البنتلي الأولى تم إصدارها بسنة 1921، التي تمكنت من الانتصار بكل سباق محلي، ولاحقا على حلبة بروكلاندز التي كانت من أكبر الحلبات في أوروبا. يعني اليوم في 2020 في مكانها معلم أو متحف فقط لا غير. ولكن المهم، لاحقا وبسنة 1922 شاركوا بسباق 500 ميل إنديانا بوليس. سباق بهذا الطول ب 500 ميل كان شيئا جديدا عليهم، ولكن النتائج كانت جيدة نسبيا. بنتلي لم تفكر بعدها بالسباقات الطويلة، حتى فاز احد زبائنهم بسباق لمانز 24 بالمرتبة الرابعة. كان زبون يا اخوان، ليس سائق محترف او مدرع او مجهز. هون بنتلي دشنوا فريق خاص للمشاركة في لمانز للسنوات السبعة القادمة. في 1925 الكابتن وولف بورناتو، شخص غني جدا وسائق محترف، اشترى أول بنتلي له وبدأ يفوز بسباقات معها. لقد أعجبته السيارة جدا، وبطريقة أو بأخرى يسيطر على قسم السباقات في بنتلي. هو وأصدقاء له جميعهم أغنياء، جميعهم اشتروا سيارات بنتلي الجميلة والرياضية. بال 1925 كانت أوقات أميزنج لهالشباب. كل من رآهم بنهاية الأسبوع في لندن تمنى أن يكون مثلهم. وهنا رأى هؤلاء الشباب فرصة للترويج لأنفسهم. بنتلي بويز أو شبان بنتلي أو عصابة بنتلي كان اسم شلتهم اللي صرت تشوف الصحف والمجلات تحكي فيها في لندن. ومن أيامها توقع ارتبط اسم البنتلي بالفخامة والسرعة.
بنتلي بويز أصبحوا يتصيدوا لسباق ليمانز في كل سنة، وبال 1927 في ليمانز حدث أن تورط مجموعة كبيرة من هؤلاء السائقين بحادث كبير، ولكن اثنين من عصابة البنتلي استطاعوا بأعجوبة أن يحتلوا المركز الأول والثاني في السباق. بنجي وسامي تحديدا كانت قصة مؤثرة، فيها كذا سباق مشهور وكبير أشعل هذا الحدث الحماس والنار في بنتلي، حتى استطاعوا الشباب من الفوز بليمانز 3 مرات متتالية في 3 سنين متتالية. في الحقيقة بال 1929 حصلوا على المراكز الأربعة الأولى في ليمانز، تخيلوا يا إخوان، amazing. بنتلي طول عمرها طبعا كانت سمينة وضخمة مهما ادعت الرياضية، في تلك السنين كان حجمها بالمقارنة ببوغاتي مثلا أكبر بكثير. والتر المالك كان يحب هذه المبالغات، ومع الوقت وعندما أصبحت أجسام السيارات أثقل وأكبر، بنتلي تبني محرك 6 أسطوانات إنلاين 6 بسعة 6.5 لتر يا إخوان. لكن أحد شبان بنتلي توم بيركن بالتحديد لم تعجبه البنتلي الجديدة بمحركها العملاق 6 سلندر، كان مقتنع جدا أن السيارة الرياضية يجب أن لا تسمن، يجب أن تحافظ على رشاقتها، وبالتالي هو حب جدا الأربعة سلندر اللي كان متوفر، بعض القوة الإضافية يمكن إتمامها بزيادة البوست، والبوست هنا عنية تزويد نسخته بسوبر تشارجر. عملت بنتلي النموذج الذي يريده توم، ولكنه لم يفز بليمانز، ولكن الناس أحبوا جدا نسخة توم بالأربعة سلندر والسوبر تشارجر، يمكن لأن السوبر تشارج كان يجي فيها على شكل أنف هيك طالع من السيارة بالمقدمة لحال وبصرخ أنا سوبر تشارج ابعد. حتى تقاعد الشباب بقولهم أنهم عرفوا كل شيء يريدونه عن السرعة والسباقات. ما بعرف شو بكون رأيهم لو أخذوا لهم نظرة اليوم بال 2020 على عالم السيارات، أكيد راح يتغير. بالمناسبة كلامهم ذكرني بكلام كريستين كوانكزيغ لما حكى عن الأبسليوت يا إخوان، اللي راح تكون قريبا أسرع سيارة على وجه الأرض، واللي حكى عنها صاحب الشركة كريستين إنها راح تكون أسرع سيارة بنتجوها، يعني ما يعني وصلوا حدود السرعة هو برأيه. أقوالهم تقريبا متشابهة، معقول بعد 50 سنة نطلع على كريستن ونضحك، يكونوا صانعين سيارة تمشي 1000 كيلومتر بالساعة؟ ما بعرف، سننتظر ونرى. نرجع للبنتلي، بال 1930 والتر يكشف عن نسخة عملاقة إنلاين 6 بسعة خيالية 8 لتر يا إخوان، 220 حصان، كان رقم عجيب بالنسبة لوقتها، كانت أيضا مريحة جدا وهادئة جدا. مع كل هذا التميز الشركة أصبحت تنحدر لسبب بسيط، أنها كانت في الزمان الخطأ، كانت الناس تعاني ولم يكن أحد يملك المال أصلا لشراء أي شيء فخم أو غالي. هون قيادات الشركة استسلموا وباعوا الماركة، والمشتري كان ليس بالصدفة الكبير رولز رويس، ربما أرادوا أن يتخلصوا من منافس ثقيل الظل. مقر صنع سيارات بنتلي صار مصنع رولز رويس، وفعليا تم بيع سيارات بشعار بنتلي، ولكنها كانت رولز رويس من الداخل بكل تفاصيلها. ورغم محاولاتهم بتسميتها بأسماء مختلفة وترويجهم لها على أنها السيارة الرياضية الصامتة The Silent Sport Car، لم تكن سيئة لا تفهموني بشكل خاطئ، يعني الرولز رويس بالنهاية شيء amazing، ولكنها كانت خدعة، لم تكن سيارة مختلفة. استمر هذا الوضع حتى حلت الحرب العالمية الثانية وكل شيء توقف كما المرة الأولى. تبا للحروب، لاحقا شهدت صناعات عودة، والبنتلي تحديدا تغير مكان صناعتها في هذه المرة لمدينة كريو البريطانية، حيث ما زالت تصنع بنتلي ليومنا هذا. بال 1952 كان ظهور سيارة مهمة في عالم بنتلي، اسموها البنتلي تايب آر كونتيننتال، التي كانت نسخة رياضية مع بدي طويل وانسيابي، كانت تستطيع الانطلاق بفخامة وعلى سرعات عالية، ولكن للأسف تكنولوجيا الإطارات بهالوقت كانت متأخرة وحدت كثيرا من أدائها، حيث لم يكن هناك إطارات تستطيع تحمل وزن هكذا سيارة ضخمة على سرعات عالية. التايب آر كونتيننتال كانت مختلفة عن الجميع لهذا السبب، حيث استطاعوا استخدام الألمنيوم في صناعتها بدلا من الحديد الثقيل، ولم يكن بها الراديو حتى يا إخوان، ما كنت تقدر تسمع الراديو لتخفيف الوزن، كانت حق رياضية بالنسبة لوقتها، وهذه النسخ كانت بسعر 7000 يورو، اللي مرة أخرى بهالوقت هالمبلغ كان بيقدر يشتري لك بيتين متوسطات في بريطانيا. بنتلي على مر الزمان لم تكن رخيصة أبدا. لاحقا وكنوع من التغيير صنعوا منها نسخة بأربع أبواب، ولما تعمل بنتلي بأربع أبواب شو بيطلع معك؟
صح، رولز رويس. نعم، التي سيريس يا إخوان بعام 1965 كانت بأربع أبواب، تم صنعها لسنة 1980 وكانت عبارة عن رولز رويس بشعار بنتلي مرة أخرى. لهذا السبب ومع السنوات الجمهور لم يعد يحبذها، ووصل إنتاج بنتلي ل5% فقط من مجموع إنتاج رولز رويس. هنا رولز رويس تحاول إنعاش الماركة بالرجوع لجذورها وصنع سيارة بنكهة السباقات، البنتلي مولسان الجديدة التي أخذت اسمها من قطعة سباق لمانز. مولسان هي طريق مستقيم بطول 6 كيلومتر، وهي أحد أقسام حلبة السباق ديلا سارثة. لقد دشنوا المولسان بمحرك عملاق 6.7 لتر V8 مدعم بتيربو، كانت وحش كاسر وضخم جدا. الجيل الثاني من هالسيارة كان يتفاخر بأقوى عزم دوران من V8 بالعالم، 1050 نيوتن متر من عزم الدوران. تخيلوا إخواني، تحسن أداء بنتلي بالنسبة لرولز رويس بهذه السيارة، ولكن هذا لا يهم، فقد تم بيع الماركتين لاحقا لشركة هندسيات كبيرة باسم فيكرز. فيكرز كانت كتاجر، وبال 1998 باعت الماركتين للعملاق الفي دبليو الفولكس فاجن. نحن نتكلم هنا عن بيع وشراء أسماء شركات، وهنا يدخل بالحسابات أن رولز رويس كانت لها علاقة بزنس وطيدة بصنع محركات الطائرات مع بي أم دبليو. بسبب هالعلاقة وهالشراكة انتهت بي أم دبليو بالاستيلاء على حصص رولز رويس، وبالتالي الماركة التي ما زالت لليوم بالمناسبة مملوكة لبي ام دبليو. الفي دبليو على الجهة الاخرى استطاعت التشبث بالبنتلي، ولكنهم ارادوا الماركتين على كل حال، وكأنهم ما عندهم اوريدي كل الماركات. اي والله شوي بيشتروا قناة الفولكس فاجن. هناك حلقة خاصة عن العملاق فولكس فاجن وكيف استطاع الاستحواذ على كل هذه الشركات، بإمكانكم توضعوها على الدور بعد هالفيديو تشاهدوها. المهم الفولكس فاجن على كل حال ليست سيئة، فهي معروفة بقدرتها على إحياء ما مات من ماركات، وهكذا تبدأ فولكس فاجن التجديد. ولتذكير الناس بماضي البنتلي الأميزنج الرياضي، تعود البنتلي بقيادة الفي دبليو لسباقات ليمانز بعد 70 سنة من الغياب. في 2001 البنتلي سبيد 8 بروتوتايب جابت المركز الثالث، وبال 2003 رجعوا على ليمانز وأخذوا المركز الأول والثاني، شيء عظيم جدا. ومباشرة بعد الفوز وما زالت الصحف تكتب عن بنتلي وعودة بنتلي، تقرر فولكس فاجن بذكاء طرح الجميلة والجديدة كليا البنتلي كونتيننتال جي تي. ها هي تظهر للعالم وتبيع أكثر عدد من الوحدات في تاريخها بوقت قياسي. كانت سيارة جميلة فعلا بشكل فخم، كوب جي تي جران توريزمو، ما زالت سمينة ولكنها بغاية الجمال. ومع أن فولكس فاجن أبقوا على فلسفتها كسيارة هاند ميد صنع يدوي، ولكنها بمكر مبنية على بيس وأساس الفولكس فاجن فايلون سيدان، وهكذا أصبح من الممكن صنع الكثير منها بمحرك 12 سلندر W12 بسعة 6 لتر وتوين تيربو، والفوز الناري باسم الماركة في ليمانز الناس أرادوها بجنون. المبيعات صعدت من 800 سيارة بنتلي بالسنة بتبيعها ل 7000 كونتيننتال جي تي بسنة واحدة. يا أخي الفولكس فاجن سحر، إدارة يجب أن تدرس في عالم البزنس فعلا. ولكن المهم، لاحقا موديلات متعددة من الكونتيننتال جي تي انبثقت عنها، بما في ذلك نسخة جديدة وضخمة من المولسان بأربع أبواب. للزبائن الذين يريدون قليلا من التميز والمزيد من البرستيج يجدونها خيار مثالي بين المنافسين الألمان والإيطاليين. البنتلي لاحقا تكمل مسيرتها بإنتاج ما يحبه ويريده الناس في هذه الأيام بSUV ضخمة رياضي وبقمة الفخامة، كانت لوقت قصير أغلى SUV في العالم. ربما نتكلم عنها بتفاصيل أكثر إذا أردت في فيديو آخر. البنتلي بانتيغا، بنتلي اليوم هي أقوى من أي وقت مضى، من أجمل التصاميم للعين في العالم التي تجمع الكلاسيكية والحضور الحديث. طرق فخامة لا حصر لها، يمكنك طلب أدق التفاصيل عند طلب بنتلي جديدة. رأينا مؤخرا في معرض جنيف تحفة محدودة الإنتاج ب 12 سيارة، هي البنتلي باكلا رودسترز، وإذا معك 2 مليون زيادة تشتري هيك سيارة فيهم أرجوك تواصل معي على الخاص. وأخيرا مع انتهاء القصة ومع كل هذا الكلام الذي قد يبدو وكأنه ترويج للسيارة، أقول لكم بصدق أن البنتلي ما زالت سيارة سمينة وضخمة، ومن جربها بصدق سيقول لك أنها ليست 911 أبدا ولا تقربها. أيضا سعرها شديد الهبوط بعد الشراء، وعطالها ليست بالقليلة ولكنها جميلة، طابعها مميز وصالونها
أهل العين لا يعلى عليه شيء. سعيد كمحب للسيارات بوجودها وأكيد ما انتهت قصتنا معها. اشتركوا محبين البنزين علشان ما ضيعوا أي لقطة جديدة في عالم السيارات. شكرا لكم على المتابعة. لو وصلتوا لهون يا ريت تكتبوا لي التمساح بالكومنت. أما أنا الجراح أصدقائي سأشتاق لكم، لا تنسوا الدعم وتشير الفيديو للمرة القادمة. نراكم الشعلانات.